وبشأن تعرض الجماعات المسلحة في سوريا إلى قصف من التحالف الدولي، انضم إلينا من اسطنبول الخبير العسكري السوري العقيد حاتم الراوي. سيد سيادة العقيد، مرحبا بكم. هناك أنباء عن ارتفاع حصيلة قصف التحالف الدولي للميليشيات الموالية للنظام، ارتفعت إلى 52 قتيلا. هل لديكم معلومات عن الموقع المستهدف سيادة العقيد؟ سلامي لك وللساده مشاهدي قناه الرافدين الكرام، سيدي الكريم، وكل عام وانتم بخير. نعم عفوا. نعم سياده العقيد، القصف لم يطال قوات النظام فعلا كما قال التحالف، يعني التحالف يقول نحن لم نقصف مواقع للنظام السوري في على الحدود العراقيه السوريه، وهو صادق في كلامه. فالمستهدف كان أن هناك أرتال من زينبيون وفاطميون وباقية قوات الحشد الشعبي الشيعي تقدمت من العراق باتجاه الغرب على بعد 7 كيلومتر جنوب البوكمال في قرية الهري. وقرية الهري هي قرية تقع على الحد مباشرة على الحد السوري العراقي جنوب البوكمال. والقصف طال هذه الأرتال، أي أن القصف كان على الحشد الشيعي المتقدم من العراق إلى سوريا، لم يكن باتجاه مواقع للنظام داخل سوريا. وهذا تأكيد على أن الحدود العراقية السورية خط أحمر، يعني لا يمكن لإيران وصل نفسها بين طهران والبحر الأبيض المتوسط. يعني وضعت أمريكا قاعدة التلف والمنطقة 55 والقاعدة مؤخرا بين القائم والبوكمال منعا لتقدم هذه الحشود وقطعا لطريق إيران باتجاه سوريا. طيب سيادة العقيد، النظام السوري اتهم صراحة التحالف بعملية القصف، لكن التحالف بدوره نفى هذا الأمر، لكن ما الذي يدفع النظام باتهام التحالف بإجراء عمليات القصف التي حدثت؟ تماما، يعني أنت إذا تلاحظ أن التحالف لم يقل أننا لم نقم بقصف نهائيا، التحالف فقط قال أنني لم أقصف مواقع سورية للنظام، وهو صادق في كلامه. يعني التحالف هكذا صرح. أما بالنسبة للنظام فالنظام يريد التركيز على أن أمريكا تقصفه، لأنه عندما نقول التحالف يعني أمريكا، فيريد إعلاميا نشر بأنه هو يعادي أمريكا ويحارب أمريكا، وأن ما يجري في سوريا كله عبارة عن مؤامرة كما سماها، واستهداف أمريكي لهذا النظام المقاوم الممانع كما يسمي نفسه، فهو يريد أن يظهرها بهذا الشكل. أما في الحقيقة فهي منع تقدم قوات إيرانية باتجاه سوريا، وبالتالي قطع الخط تماما على الحدود السورية العراقية عن إيران. طيب، يعني أنت قلت بمنع تقدم قوات إيرانية على خط الجبهة بين الحدود العراقية السورية، لكن ألا تعتقد أن هناك رغبة إسرائيلية في خلو هذه المنطقة من الميليشيات الإيرانية؟ إسرائيل لا يهمها إن دخلت إيران إلى لو اجتاحت كامل سوريا، كأنما إيران إسرائيل تتخذها ذريعة بأنها لا تريد اقتراب إيران من حدودها، لكن الحقيقة أن إسرائيل لا تريد أن تكون إيران دولة قوية في المنطقة. مهما كان تحالف إيران مع إسرائيل، إسرائيل لا تثق بهذا الصديق، لأن إيران لو اكتمل لها هذا المحور من قم إلى الضاحية الجنوبية في بيروت ستتعملق في المنطقة وستكون دولة إقليمية عملاقة، وبالتالي ستزعج إسرائيل بأكثر من حالة. فإسرائيل لا تريد لإيران أن تكبر، تريدها حليفا صغيرا في مكانها. من اسطنبول الخبير العسكري العقيد حاتم الراوي، شكرا جزيلا لكم.